ما حكم تسريح الشعر بدون فرقه؟ علما بأن تسريح الشعر عادي بدون رفعه إلى أعلى فوق الرأس بحيث يظهر من وراء العباءة، هل يجوز ذلك أو لا؟ تسريح الشعر على صفة لا تشبه فيها بالكافرات أو بالفاسقات، وكذلك ليس فيها تشبه بالرجال، فتسريح الشعر على الصفة الخاصة بالنساء المسلمات لا بأس به، بل هو مطلوب لأنه من العناية بتجمل المرأة وزينتها لزوجها، والفرق فرق الشعر هذا أحسن وأجمل، فرق الفرق إذا كان المطلوب منه تشبه بما ذكرنا من الكافرات أو من الفاسقات أو التشبه بالرجال هذا لا يجوز، الحاصل أن فرقه أحسن وأتم وأكمل في الجمال وربما أيضا أن يكون أصلح للشعر. نعم، جزاكم الله خيرا. بقية السؤال عن موضوع إعادة الشعر إلى الخلف بحيث لا يظهر من وراء العباية كما تقول. جمع الشعر من الخلف أو من أعلى الرأس كل هذا لا يجوز، بل الشعر يرسل إما على شكل لوائب وإما على شكل ضفائر، أما أن يجمع ويكون له حجم من الخلف أو من أو على أعلى هذا لا يجوز، وجمعه أعلى هذا أسد، لأن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في وصف النساء اللاتي من أهل النار، لأن رؤوسهن كأسنة البخت النائلة، لأنه يكون لها على شكل رأس آخر، فكان لها كأن لها رأسين تشبه سلامي الرجل البخاتي، هذه علامة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحذر منها، وكذلك جمعه من القفا أيضا له أيضا نصيب من هذا الذنب. جزاكم الله خيرا.